قول وعمل، قول متعلق فجعلوا اللسان له عمل وجعلوا القلب له عمل. قول القلب قالوا هو ما يعبر عليه العلماء القدامى بالاعتقاد، هو التصديق والإقرار الجازم بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإيمان في اللغة معناه التصديق، لكن هل هو التصديق المجرد؟ لما جاء إخوة يوسف إلى أبيه جاءوا بالقميص وعليه دم مكذوب ليس دم يوسف عليه السلام، فلما نظر يعقوب إلى القميص ولم يجده ممزقا ولكنه ملطخا بالدم استغرب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، عبر عليه بالمصدر ما عبرش عليه بالاسم المفعول، ما قالش مكذوب، كذب، كان الكذب هو هذا، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قالوا قبل ذلك وما أنت بمؤمن، وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا ولو كنا صادقين. معنى ذلك الإيمان هو مجرد تصديق، لكن هذا فيه نوع من القصور. لماذا؟ لأن لو كان الإيمان هو مجرد التصديق فنقول بأن الشيطان مؤمن، والشيطان هو أصل الكفر والعياذ بالله، لأن الشيطان مؤمن بالله فيؤمن، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لكن ليس فيه إذعان وليس فيه خضوع وليس فيه اعتقاد وعمل، فبالتالي لابد أن يصحب الإيمان، يصحبه إذعان، يصحب إذعان والتصديق يصحبه الإذعان والقبول. قلنا هو قول وعمل، والقول ينقسم إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان، والعمل هو عمل القلب وعمل اللسان. قول القلب هو التصديق والإقرار الجازم بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول اللسان هو النطق والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. عمل القلب، هنالك أعمال القلب، بالعكس العلماء جعلوا أعمال القلب أعظم عند الله في كثير من الأمور من أعمال الجوارح. أعمال القلب هو الخشوع، هو التصديق، هو المحبة، هو التوكل، هو التفويض، هذا كله أعمال قلبية، لأن هذه الأعمال القلبية مهمة جدا، لأن الله عز وجل قال وجاء ربه بقلب سليم غير مريض. تتصور بالمريض يعني فيه المرض، هذا هو الخطير، ولذلك فهذه مهمة جدا ومقدمة. قال التعظيم والخوف والرجاء والإخلاص والتوكل والتفويض ونحوه من الأعمال القلبية وهو أصل العمل، ثم ينتج عنه الفرع الذي هو يتعلق بالجوارح كسائر الطاعات الواجبة والمستحبة وترك الأفعال المحرمة والمنهي عنها، فالطاعات تزيد يزيد بها الإيمان والمعاصي ينقص بها الإيمان. إلى حد الآن رانا متفهمين أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، الاعتقاد الجازم في القلب، وهنالك عمل القلب وهو مهم جدا كالمحبة والتصديق والتفويض والخشوع والخوف والتوكل، هذه كلها مطلوبة، ثم ينتج عنها كذلك عمل الجوارح وهي فعل الطاعات الواجبات والمستحبات وترك المعاصي المحرمات والمكروهات، هذه كلها تدخل في قضية أعمال الجوارح. إن جنس العمل من حقيقة الإيمان، والإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، ولا يصح إلا به ما إلا لا يصح إلا بها مجتمعة، لا يصح الإيمان إلا بها مجتمعة. قد يقول قائل أنت دخلت في قول المعتزلة الذين يقولون الأعمال هي شرط في صحة الإيمان،
نعم ترك العمل جملة وتفصيلة يتنافى مع الإيمان. لو واحد يترك العمل لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا خوف ولا تفويض ولا ماذا بقي؟ لم يبقى لهم شيء. يعني في الأصل تشك في ديني، تشك في إيماني، قوله باهت تشك في إيماني، لأن كل هذه الأشياء تأتي ناتجة عما في القلب، عما استقر في القلب. فلا يجزئ التصديق بالقلب إلا أن يكون معه النطق باللسان. هذا الأمر الأول، هذا شرط، هذا ذكرناه في الدرس الفائت. لا يجزئ التصديق بالقلب إلا إذا كان معه النطق باللسان. إذا لم يكن معه النطق باللسان فإنه لا ينفع. وأنا لا أشك أن أبا طالب وقال حتى مدح الدين تاع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا علمه هو قال، ولكنه هل قال بلسانه؟ لم يقل بلسانه، ولم ينفعه ذلك، لم ينفعه ذلك. فلا بد من قول اللسان إلا إذا كان قلنا ناطق بالبكم، لا عاجز عن النطق، صح. ولا يجزئ ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون معها عمل الجوارح، لأن ترك العمل كلية يتنافى مع الإيمان. ترك العمل كلية يتنافى مع الإيمان. فإذا كملت هذه الخصال كمل الإيمان. والفرق بين أهل السنة والمعتزلة والخوارج، هم يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إلا أن الإيمان عندهم يزول بزوال العمل مطلقا، أو يزول بزوال ترك العمل أو ترك بعض العمل، بخلاف أهل السنة فيقولون إن من الأعمال ما يزول الإيمان بزوالها، سواء كانت فعلا أو تركا، وإن من الأعمال ما لا يزول الإيمان بتركها، سواء كانت فعلا أو تركا. صح، نفصل في هذه القضية. هنا على الأقل فهمنا الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج من جانب. المعتزلة والخوارج عندهم ترك العمل كلا أو جزءان يزول الإيمان بزواله. لا ندخل في قضية الكفر، لأن الكفر قضية أخرى، فالأصل ما نقولش هذا الكلام، نقول يزول الإيمان بزواله. أهل السنة مثلا عندهم لا، هنالك بعض الأعمال سواء كانت فعلا أو تركا، يقولون العمل يدخل فيه الفعل والترك، بعض الأعمال يزول الإيمان بزوالها أو يزول الإيمان بفعلها في المنهيات، وبعض الأعمال لا. مثلا السجود للصنم، هل يصح أن الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقد في قلبه بوحدانية الله ثم يسجد للصنم؟ هل يصح هذا؟ السجود للصنم فعل، فعل فقط، ولكنه جزء من العمل وليس عمل، هو جزء من كل العمل وليس هو كل العمل، هو جزء، ولكن يزول الإيمان بفعله، السجود للصنم. كذلك السجود للوثن، سواء كان لست أدري شيخا أو كان قبرا أو كان جنيا، العياذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يتصور السجود إلا لله، لأنه من خصائص إيش؟ الألوهية. قلت لكم في تفسير سورة النمل، إذا كانوا الإخوة حاضرين، الهدهد لما راح شف مملكة سبأ
وغاب، جاب لسليمان الخبر اليقين، قال إني وجدت امرأة تملكهم. استغرب، لأن هذا لم يكن معروفا عند بني إسرائيل أن امرأة تملك، لكن ليست امرأة تملك، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، من كل ما يحتاجه الملك. وما تنساش باللي سليمان قال وأوتينا من كل شيء، حتى يقول له يعني كأنه يجيب له باللي كاين ناس أخرين ثانيك عندهم أسباب الملك، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا يدل على الصناعة والرقي في العمران، ولها عرش عظيم، وهذا العرش الذي تسجد عنه، وتعظيم العرش من تعظيم صاحبه ومن تعظيم الناس له، ومعنى فيه الانضباط وفيه النظام وفيه الانقياد وفيه أشياء أخرى من وراء هذا الشيء، ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كأن السجود لا يكون إلا لله. ولذلك هذا الهدود كان هدود إيمان، جاب كل ما يتعلق بالتوحيد، ألا يسجدوا، يعني منعهم الشيطان ألا يسجدوا. وفي بعض القراءة ألا يسجدوا، فيه الاستتاح وفيه الأمر بالسجود، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالسجود من خصائص الألوهية ومن خصائص الربوبية، يعني لا يختص السجود كالطواف بالبيت لا يكون إلا بالبيت، من خصائص البيت. فمن طاف بغير البيت اعتقادا منه أنه هذا الطواف عبادة لله فقد يدخل في الردة والشرك والعياذ بالله، لأن الطواف لا يكون إلا بالبيت، صح، وهو جزء قلنا من العمل، فوجوده يؤثر في الإيمان. البول على المصحف كرمكم الله، هذا من باب الاستهانة بكلام الله، كرمي المصحف في القاذورات مثلا، تمزيق المصحف مثلا ورمي، هذا لا يصح معه إيمان. بعد حتى ذلك يقول راني مسلم، ليس مسلما، لأن هذا يزول الإيمان ب يزول الإيمان بفعله، يزول الإيمان بفعله. سنأتي في أحواج أخرى أدق من هذا الأمر. لماذا قلت إخوة؟ لما تفهموا هذا الباب يسهل عليكم قضية أشياء أخرى متعلقة بقضية يأتي بها الخوارج، يأتي بها المعتزلة، ويأتي بها المتشددين، ويأتي بها كذا، فيدخلون في، لأنهم لا يجمعون النصوص في باب واحد تتشتت أذهانه. ترك الشهادة عمل، لأن الشهادة هو عمل، النطق بها هو عمل اللسان، ترك النطق بها كفر، يزول الإيمان بزواله. فهل هنا قول، ولذلك كانت قول المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، هذا أو لا يضر مع الإيمان، يعني ترك العمل عندهم لا يؤثر في الإيمان، هذا من أشياء الكبيرة جدا. ترك الصلاة على اختلاف بين المذاهب في تركها، وبعض العلماء قالوا ترك المطلق للصلاة لا يدل إلا على التكذيب. تبوا أيها الإخوة، ترك الصلاة اختلف الفقهاء فيها، عند بعضهم أنه يفسق صاحبها، وهذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والأحناف. الحنابلة عندهم حملوا الكفر هنا، حملوا الذي جاء في الحديث، حملوا على الكفر المتعلق بالاعتقاد. لكن الذي يترك الصلاة مطلقا لا يصلي أبدا ولا يسجد لله سجدة ولا يرفع بها رأسا، هذا على ماذا يدل؟ يدل على، غالبا يدل على تكذيب، والتكذيب هو يتعلق يتنافى مع الاعتقاد بوجوبها، فمعنى يزول الإيمان بزواله، لأن الله عز وجل سمى الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء إيمانكم يعني صلاتكم إلى هذه، نزلت في عند تحويل القبلة، فعبر عليها بالإيمان، كما عبر عن الأمانة بالإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، تعبير، فيعبر عليها. ومن الأمانة الصلاة، والوضوء أمانة، والصلاة أمانة، إلى غير ذلك. نرجع أيها الإخوة حتى لا أتفرع كثيرا، يعني المقصود أنكم تفهموا.
العمل هنا، ففيه من العمل ما ينقص الإيمان، وفيه من العمل ما يزول الإيمان بزواله كليا ويبقى ولا يبقى معه مطلق الإيمان. فيه من العمل ما ينقص الإيمان ولكن لا يزول الإيمان به بزواله. وبالتالي نصبح هنا نجمع بين قولين، بين القولين في هذه المسألة، نجمع بين القولين في هذه المسألة. يصبح عندنا الدليل الذي يحتج به الكثير من الناس في قضية أن العمل، أن تارك العمل ليس كافرا. لما نقول تارك العمل مطلق العمل، يعني العمل ككل، العمل ككل. لماذا؟ سواء كان فعلا أو تركا. الخوارج لما جاءوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن،